وقال ابن سحيم: إننا اليوم مسؤولون أمام قادة الدول الشقيقة المحبة والأصدقاء في العالم أجمع ألا تكون قطر حضنا للإرهاب ومأوى للفساد. نحن اليوم مسؤولون أمام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقادة الدول الشقيقة المحبة والأصدقاء في العالم أجمع ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد ومركز أذى وتخريب، وليعلم الجميع أن المرتزقة عابرون تجمعهم مصالحهم ومطامعهم ويفرقهم الخوف والرعب وعزم الرجال وحزمهم. لن أطيل في الكلام، لكنني أقول للسلطة في الدوحة أن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون.